المباراة الأخيرة للهلال وفلامينغو في كأس العالم الأخيرة قدمنا شوط أول أسطوري. خبرة اللاعبين خانتهم في بعض الأحيان، لكن اليوم بإذن الله مع أن الهلال يمر بمرحلة أقل من المرحلة الماضية في غيابات، في عدم تسجيل، إيقاف، عدم الدعم للأسف من الاتحاد السعودي لفريقنا، لفريق الهلال، لكن الهلال قادر ويحضر في المناسبات الدولية والمناسبات الكبيرة دائما كما عودنا. بإذن الله مباراة كبيرة للهلال، فوز بإذن الله. أنا متفائل كثير بإذن الله إن شاء الله. أنت متفائل كثير، أنت ما هي نتيجة المباراة التي تتوقعها؟ 2-1 إن شاء الله. 2-1. شكرا.